لاعبين باش ما نقعدوش نتكلموا في المطلق. أيوة. رامي جريدي شنو مصيره في نادي الصفاقس؟ رامي جريدي ان شاء الله معناتها هو كل عام العديد من الفرق تطلبوا عنده بند تسريحي ب 200,000 يورو، كان جاب عرض في هذا يجي مشى نروحوا. اليوم عندنا لاعبين شبان حراس شبان جملتهم اسمه دحمان وصبري زوز اولمبيك، واحد كان اولمبيك وتو الاخر اولمبيك، ماذا بينا نعطيه فرصه. وهيك هي الحياه في الكوره، لو كان ثم لاعب يدوم راه حمد العقربي تو كابيتان في نادي الصفاقسي ورونترون.